هي نقطة الارتكاز جوا الدائرة. تصوروا أمامكم دائرة هيك مرسومة، نقطة الارتكاز تبع المسمار تبع الفرجار، هاي النقطة هو المطلوبة، العقيدة. بدون عقيدة لا ننصر. حفظ الله لكم هذه العقيدة بجدار الدائرة المسمى الفرائض. الفرائض كانت خط الدفاع الأول ضد إبليس والدنيا والهوى والشيطان حتى لا يصل إلى العقيدة. حفظ الله العقيدة بالفرائض. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعداءك شرسين، إبليس، دنيا، نفس، هوى، خشي على الفرائض أن تضيع. إذا بقيت خط دفاع أول الآن في راجمات صواريخ من الهوى والشياطين بتدمر لك إياها، فأحاطها بغلاف آخر، قال هذا لازم يضل خط دفاع تاني، حطوا خط دفاع أول نضحي فيه لو أصيب بخطر بهمش. ما هو يا رسول الله؟ قال السنن. فضرب لك جدارا آخر ورا الدائرة اسم السنن. فما دمت محافظا على السنن إذا فرائضك بخير وعقيدتك بخير مضمونة. عدوك شيطان، دنيا، هوى، أحزاب هدامة، سياسات، دعاية، عولمة، سعدنة، قردنة، بلاقي فيه جدار قدامه اسمها سنن. أنا مسلم أحيي السنن، ما بقدر يصل إلي. ولما علم العلماء العاملون قيمة السنة وأنها قرينة الفرض لا تقل عنه قدرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، قالوا يعز علينا أن تعرض السنن للخطر. فضربوها بجدار آخر، صار ثلاث دوائر لحماية العقيدة. ما هو هذا الجدار الجديد؟ سموه الآداب. الآداب، فإذا رأيت آدابك بدأت تتخلخل اعرف بأنك ضعيف، عدوك عم بنتصر، خط الدفاع الأول عندك في ثغرات. ما دمت محافظ عليها تمام أنت قوي في أمان. الآداب اللي هي مكارم الأخلاق، فإذا تهدمت الآداب وصل العدو إلى الجدار الثاني اللي هي السنن. فإذا بدأت السنن تتهلهل منك اعرف بأنك ضعيف وعم تنهزم، عدوك مسيطر. إذن فرائضك في خطر، إذا أصبحت تقصر في الفرائض عقيدتك في خطر. عرفنا هذا؟ اللهم دلنا على من يدلنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم عرفنا إياك معرفة تليق بك ترضاها لنا وتحفظها علينا حتى نلقاك وأنت راض عنا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه الحلقة الأولى، الدرس الأول. والآن جنابك الدكتور، وين الدكتور يا سيدنا؟ اسمه منير أبو السمن. الدكتور منير أبو السمن إذا موجود يتفضل، له فقرة بالبرنامج، محاضرة لمدة ساعة فقط يتكلم فيها بالإعجاز الطبي في القرآن الكريم. إذا موجود يجي يأخذ مكانه، إذا مش موجود خليني أستمر مع الناس. أنا ما طلبت أن يجيبوا حدا يريحني، لكن ما اعترضت حتى ما يقولوا الرجل يعني مغرور بنفسه بده الليلة كلها. في العام قبل الماضي عندما ذهبت إلى فرنسا لإخوانكم المسلمين في فرنسا، الليل عندهم أطول من عندنا بكثير، اليوم والليلة 24 ساعة. كان ليلهم في ذلك العام الذي ذهبت إليه كان ليلهم 16 ساعة. 16 ساعة مش 12، 16، يعني الليل أكثر نهار 4 ساعات. ما كانش في موجود يحيي تلك الليلة ببرمجة إلا العبد الفقير الجالس أمامكم، ومعي أشرطة الفيديو المصورة تشهد. صلى بهم إمامهم مغربي صلاة المغرب، صلاة العشاء والتراويح مثل ما صلى فضيلة الشيخ يحيى فينا، أخذت لها ساعتين. ساعتين من 16 شو ظل؟ عنا 14 ساعة. جلست على كرسي مثل هذا وأخذت أحدثهم كما سمعتم عن الله والدين الكامل. عارفين قديش استغرقت المحاضرة؟ 6 ساعات على نفس واحد. الله على ما أقول شهيد، 6 ساعات على نفس واحد بجلسة واحدة. بعدها أعطينا وقت لتجديد الوضوء والراحة، قلنا لهم يتخللها وجبة السحور. صاحوا المئات، طبعا كان عدد الحضور 6000 في تلك الليلة. نعم 6000 مسلم، جاليات عربية متنوعة وبعضهم فرنسيين. صاحوا بصوت واحد ما بدنا سحور. قلت أنا بدي سحور، لأن بدي أرتاح، بحجة السحور نرتاح. فساعة ونص ما بتتعبني،
لكن برمجة إخواننا القائمين على هذا المسجد أرادوا أن يضعوا هذه الفقرة للدكتور، ما زلنا بانتظاره، إذا كان موجود فليتقدم وأنا أول من يستمع إليه، إذا مش موجود أنا مستعد أستمر لأذان الفجر وبدون سحور. توافقوني؟ بارك